المملكة تشهد اتفاقية تعاون استراتيجي بين EVIQ وتوال. وقعت شركة EVIQ المتخصصة في مجال البنية التحتية للمركبات الكهربائية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة توال المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة تهدف لتعزيز مستقبل التنقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية. وتعتبر شركة توال شركة رائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة، ومن خلال تغطيتها الشاملة ستقوم توال بحسب الإعلان الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات مؤتمر ليب 2024 بتوفير خدمات الاتصال المستمر لجميع شواحن EVIQ حول المملكة، مما سيسهل عملية التحديثات بشكل مباشر ويضمن تجربة متميزة لقائدي المركبات الكهربائية. وتستعد EVIQ للاستفادة من خبرة توال في مجال الاتصالات بهدف بناء شبكة شحن سريع موثوقة وسهلة الاستخدام، مما يمهد الطريق لعصر جديد من التنقل الكهربائي المستدام بأسعار تنافسية. وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لشركة توال محمد الحقباني: نستهدف توحيد جهودنا مع EVIQ للمساهمة في تطوير قطاع التنقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية. تتميز توال بأحدث الحلول في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تتماشى مع رؤية EVIQ، ونحن متفائلون بهذا التعاون والذي سيساهم في صياغة مشهد البنية التحتية للنقل المستدام في المملكة. يمثل هذا التحالف الاستراتيجي خطوة كبيرة فيما يتعلق بأهداف شركة EVIQ المتعلقة بمجال شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتعزز هذه الخطوة مكانة EVIQ ليس فقط في السوق السعودي، ولكنها تتوافق أيضاً مع أهداف الشركة على المستوى الإقليمي، مما يمهد الطريق لتغيير جذري في البنية التحتية التي تدعم المركبات الكهربائية. متابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. سنسعد بي اشتراكك في القناة وإعجابك بي القصة ومشاركتها وتعليقك عليها.